جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها مستمع، يقول أخوكم مصطفى أحمد الشيخ يسأل ويقول: ما حكم تلقين الميت عند دفنه؟ بعض العارفين يجلس عند رأس الميت ويقول: يا فلان ابن فلان، يأتيانك ملكان كذا وكذا إلى آخره، ما حكم هذا؟ وهل ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك؟ أفيدونا مأجورين. التلقين هذا لا أصل له، فهو بدعة، والحديث الوارد فيه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكلم أهل العلم في إسناده وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والميت لا ينفعه هذا الكلام، إنما ينفعه عمله الصالح. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فإذا كان الميت من أهل الإيمان فإن الله سيثبته عند مساءلة الملكين، وإن كان من الظالمين فإن الله يضله ولا ينفعه التلقين الذي يقال عند القبر. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه إذا جاءه الملكان فإنهما يقعدانه وتعاد روحه في جسده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسأله الملكان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فمهما لقن فإنه لا ينفعه التلقين ما دام أنه مات على غير الإيمان. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.